شو رايكم نلعب هلا حزورة عروستي؟ والله ماما بدك تعملي يلا بلشي. ما بدي انا هلا بيقولوا انه انا اللي عم صعبها وبيطبزوا مني. لا لا ما حدا رح يطبز ولا شيء بقى. يلا قولي انت اللي بتعرفيها قولي. طيب ماشي خليني اضمر بالاول. صعبي يلا بتحدد انا. ضمرت ورح ابلش من عند سعاد خانو. عروستي مرات شعرها مسرح ومرات منكوش. ام حاتم عروستي كل يوم بتتحمم. يا نظايفي استني خريال دقيقه. يا ستي لا ما في تكه وما في استنى. ما عرفت. ام زكي عروستي بيمسكها الرجال وبياخذها وبيجيبها. هاي بعرفها من زمان. وافي لتذكرها بس وافي لك شو هي يعني؟ ايش معرفني يا بلكي محمى احكي لك الدغري. والله ما حذرتها. فوزية عروستي رفيقة كل النسوان. مبينة مزكي خرسي محمى. انا الرجال بياخذني وبيجيبني. خرسي لا خرسي اي ما حذرتوا انتوا التنتين. مبشير عروستي لا صعبيها بتفوت على كل اوض البيت. استني شوي. نعمه عروستي كل يوم بتصبحي بوشها واذا ما حملتيها تاكلي خناقه. يعني شو عرفني ما عرفتها. لطفيه ايه يا مو عروستي تتخانقي عليها انت وضرايرك. ايه ما عرفتها. يبعث لك ان شاء الله. هدى ايه خالتي فريال عروستي بيمسكها الرجال وبيحلشها من شعرها وبعدين بيعلقها على الحيط. العمى شو هي ما بعرف. عرفتها ويا على عيونك يا فريال هي المقشه. حذرتيها يا محوره او يا مقوصه. مظبوط. يا ابو بدر الزبال تبع الحاره بيروح وبيجي فيها مشان ينظف لنا الدرب والمقشاتي بيحلشها من شعره وبيعلقها على الحيط. ولطفيه خانم اللي ما حذرت يا مقطعه تتخانق هي وضرايرها عليها. يلا يا هنا خلينا نسمع طرف شو. لك وين امك لهلا؟ معقوله لهلا عم تتكيس؟ قريبه ان شاء الله. لك ما بتعرفي يا لامي قلبها بارد بالحمام. حاتم وين عم تسافر؟ طولت بجواني. إيه معلش احسن ما تجي وتورجينا ذهباتك. يا على عيونك بلا هالحكي قايمه بواجبنا المخلوقه. ايه شايفه يا مو شايفه ام بشير كيف كل الوقت عم تطلع على نعمه. ايه لانه عم تغيظني يا مو. شو يعني يا مو لا تكون حاطه عين عليها. والله اذا بتطلبها لبشير ما بخلي جميله عندهم دقيقه واحده. هذا اللي ناقص بنات ابو عصام ما حدا بيتجوز عليهم. حبيبتي قومي يلا
وين أمك؟ والله طولت، ما حلوة نبلش قبل ما تجي. ليك ليك جاي خالتي عم تجيب الحلو. ريت أبري قلبي ريتك، اللهم صل على النبي. تسلمي يا رب. كلي كلي حاتم حاتم، لكلي أم بشير رح تاكلها بعيونها لنعمة. حقا بس والله ما لي سخيانة بنتها لسعاء. لك شو حقا ما حقا، ولي علاقتكم انتو التنتين؟ لك تروح عينكم وتطور عليكم التانية، شو بدكم فيها؟ عندها جميلة مثل الفلة. اسكتوا بقى. وإذا وإذا كانت مثل الفلة؟ ليك وعصام متجوز ثلاثة وواحدة منهم بنتي. بالله ايه والله نسوي حمو كتير طيبة اللي انا بعملها قطية. هي على اساس انت يعني بتعرفي تطبخي؟ دخيلة يوم يومك لا تمدي علينا بالطبخ، عملتي لي فيها جديدة. اسكتي انت وياي على دمياكم، كلوا اسكتوا. كلي كلي ما تضبطي، عملتي لي فيها اكابر لي. اتركي نهوشي خلص، ما تبكي ايه دم حنم. اشتريت لك هالبصلاية. هيك يسلم ايديك يا خدي. يا انت كنت طيبة ومسبيحة. شك انت ما بتعطيكي هالاكلة، ما بتعطيكي إذا مصلحة مو إلي، حطنك مو إلي. كلي حبيبتي كلي كلي، لا 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 لا، من إيدي من إيدي، أماني أماني. بارك فيك. هاي من المحبة شيخي. يلا شرك 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 من وراء. كذيت العيد لك، اللهم صلي على النبي حوليك، وشك منور مثل طبق النمورة. شلون ما بدك يا نور يا مزكي وابو عصام رجع؟ والله عندي طلتوا علي بتسوى الدنيا وما فيها. الله 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 يديم كل بعض بجاه سيدنا محمد. امين امين امين، الله يسمع منك. بس شلون رحت الحمام امبارح؟ والله يسرينا. الله الله. اي والله والله شيء طيب كله طيب. بس مظافر طولت ما جوا. ايه طولت بالجوال. هلا طولت ولا ما طولت؟ مخلوقه ما قصرت. مظبوط يا اهل مقصرت حبيبات قلبي، هي طولت بالجواني ونحن اكلنا الصبيحه واكلنا الحلو ومع قلبنا شرنا شو حلونا. يا عليك يا عليك يا ام زكي، شو ما بتحبين لبطنك؟ يي يي لك تروح عينك وتطور عليك الثاني. قولي عليك قرص الصبيحه يزلط زلط. لك اشتهيت تشوفك دقيقه تمك من فوق الا كله زلط. يلا يلا. ايه صحيح ام عصام، وين كان ابن عمك ابو عصام وكيف رجع؟ ليش ما قالوا لكم ارجع لكم؟ انا ما عندي رجال وما حدا خبرني. صحيح ام عصام، ناديه مين هي؟ ايه هي ممرضه كانت عم تعالج ابو عصام، واجت شقت عليه وخلصت السيره. ايه خلص بلها هالسيره بقى يا جماعه، والف الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. كلوا يا جماعه، ما عم تاكلوا. ايه بس بدنا نعرف يا. خلصنا بقى فريال، امينا من هالسيره بقى. خلص فريال وحياتك، بس اعرف بقلك. يا اهل المروه والعزه والكرامه والطيبه والنخوه والشرف والشهامه، انسى الايام.